لكن خلينا نشوف برضو رؤيتك كابتن على لو اتكلمنا من الناحيه الدوليه، كابتن حسام البدري والمنتخب داخل على مرحله مهمه جدا، مشوار في تصفيات افريقيا وعلى مشوار كاس العالم. رؤيتك انت لحراس المرمى في مصر عامه، يعني نخلي الشناوي اكيد الشناوي رقم واحد، لكن انا هقول لك حاجه، انا مشفق جدا على كابتن حسام. طبعا احنا عندنا لعيبه محترفين في الخارج مش هيتعدوا السبعه ثمانيه، مفيش خلاص كتير يعني بالكتير، والباقي هيبقى اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي. 90% من لعيبتنا هتكون اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المحلي دي، يعني انا عايز اقول كلمه بس مش هينفع تتقال في التلفزيون، يعني خلصوا كل يومين ماتش، كل يومين ماتش وعنده ماتش دولي بصراحه الموضوع يعني صعب طبعا، مش صعب جدا جدا جدا. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا من حتى من 10 15 سنه بقول عليها ان هي من اميز الخطوط في منتخب مصر هي حراسة المرمى. في 7 8 9 10 حراس يقدروا يلعبوا بمنتهى الاريحيه في منتهى الاريحيه. اه طبعا جدا، يعني